عالم تملأه الحركة والمعرفة. أصبحنا جزءاً من أحداث كثيرة تسارعت فيها الخطوات حتى ترجمت إلى مشاريع كثيرة ومتنوعة. فتم تدشين شركة فورورد في عام 2010 لتبدأ بالمساهمة في التعمير والإنشاء. التحدي يكمن دائماً في قدرة الشركة على اتخاذ القرارات الصحيحة دعماً للجهود الكبيرة في بناء مستقبل أفضل. أردنا أن يكون لنا الريادة بدور فاعل لمتابعة التغيرات الفكرية داخل أروقة الشركة لاستثمار المواهب وتوسيع الأفق وتغليب لغة التعاون ضمن كيان واحد. ولذلك عمدنا للمساهمة في إنشاء كيان قوي في مدينة 6 أكتوبر استجابة سريعة منا لرؤية مستقبلية وتفعيل دور أكثر إيجابية يؤسس لجيل المعرفة وإعادة تأسيس مفهوم راقي لتعليم الحديث وخوض تجربة أكثر متعة والاندماج في التنمية، حيث تمثل وجهة مثالية ذات موقع متميز تداعب الأجواء النقية خيال الطلاب لتجعل من العلم متعة. وبكل الإمكانيات حرصنا على البدء في تنفيذ المشروع ليستوعب كل إمكانياتنا المتميزة. شركة فورورد كونتراكترز. جاءت مساهمة الشركة في مشروع جامعة المنصورة بعد قبول العرض الفني والمالي المقدم من الشركة ليتم تكليفها ببدء الأعمال، وبناء عليه تم تكليف فريق العمل بدراسة الرسومات التصميمية وعمل جدول زمني وطريقة تنفيذ تتماشى مع رؤية الدولة بالاهتمام بالتعليم الجامعي. بدأ العمل لعدة أشهر متواصلة منذ بدأ التنفيذ الفعلي على أن يكون افتتاح المشروع في موسم دراسي 2022-2023. وبالفعل ثمنت الشركة كل الجهود الكبيرة المبذولة تذليلاً لكل العقبات إيماناً منها بأهمية المشروع. إضافة إلى جهود أخرى مبذولة تقوم بها الشركة بشكل جاد إيماناً منها بالمسؤولية المستقبلية. التنمية، الفكر الجديد، والثقة في الإنجاز جعل الشركة من الرواد في تنفيذ مشروع مراسي في الساحل الشمالي بكل تحد حين باتت ضمن مسؤولياتها منهج عمل متكامل يعبر عن طموحات عملاقة يعكس قدرات الشركة في تحقيق أهدافها في بناء وطن أكثر ازدهاراً وجعله في مقدمة دول العالم. بإتاحة الفرص للجميع وعلى رأسها إنجازات عمرانية عملاقة في عمر الزمان. مشروع آخر ناجح من باكورة المشاريع الرائدة للشركة في قلب العاصمة الجديدة. المشروع في كيانه اعتمد على محاور عدة، فتحقيقاً لمتطلبات السوق وطموحات الشركة بات أولى اهتماماتنا أن نقدم واحداً من أهم مشروعاتنا الهادفة لتتميز بصدق ضمن مجموعة من الاستثمارات الجديدة في العاصمة الجديدة. هنا كل شيء قابل للتحقيق كمجمع وممشى ترفيهي متكامل يدعم احتياجات جميع زواره بدءا من الاحتياجات اليومية الأساسية إلى أقصى درجات الرفاهية. وبالفعل اهتممنا بالإنسان حين وجهنا كل طاقتنا في التنمية الحقيقية كعنصر فاعل للقيام بتغيير مفهوم السكن الحضاري بشكل عصري. ونجحنا بحمد الله حين تبنت الشركة تنفيذ مشروع جديد يضاف إلى رصيدها لتكون فرصة جادة وهادفة استثمرناها بقوة ولا محدودية. واهتم مهندسي شركة فورورد ومنسوبيها بمشروع آخر بأعلى معايير الجودة لتذليل كل العقبات ورفع مستوى الثقة لعملاء المشروع ولتغطية حاجة قطاع التعمير بشكل مستمر. عملاقة المشاريع
كانت ولا تزال تحدد هوية جيل بأكمله حين كان للثمرة عنوان وبالصبر والجلد حققنا العهد، حتى أقمنا صروحة كانت شواهد على مر التاريخ. سابقنا أحلامنا ولم نهدأ حتى أنجزنا المهام كلها. أدركنا أن البدايات لابد أن تكون قوية، فكان للصبر نصيب عندنا، وحسمنا أمرنا وكانت أسمى أمانينا رغبة صادقة لتحقيق أحلامنا هي غايتنا. نحن شركة فورورد نرسل الرسالة بأننا الرواد.